السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع جافا داتا تايبس، أنواع البيانات اللي موجودة في جافا. طبعا أنا قلت الحلقة الفاتت أنه راح يكون آخر مرة أعمل البروجكت أمامكم، بس يلا ما يخاف راح أعمل مرة الأخ أمامكم. هذا هو البروجكت مفتوح أمامنا، راح نقول له closed تمام، وراني نجي نقول له new project أوكي. وهنا أنا راح أقول له data types وأعملها رقم 3 على مود الشرح، 3 data types. طبعا لازم ما أخلي مسافة بيناتهم بهذه الصورة، وأجي أقول له شنو create. خلاص تعلمناها بعد، مفروض ما تشوفون الموضوع صعب، هذا الشيء لما محتاجه زين. هذا قلنا هذا كله أمسحه، أبقي فقط البوبليك مين والكلاس مالته. هنا أنت عندك هذا، نقدر أيضا نقول له delete أوكي، delete أوكي بالكيبورد أكو delete. فبهذه الصورة طيب أنواع البيانات في الجافا. إحنا أخذنا أول نوع اللي هو كان الانتجر، بس خلينا نجي نقسمهم لجزئين. في عندك أنواع من الداتا اللي إحنا نسميهم بالprimitive data. خلينا نجينا نعمل comment، شوف شلون قلنا comment double slash primitive، تصورها شكل تنكتب primitive data types. طيب أول نوع من الداتا تايب قلنا كل شيء نعرفه بداخل ال void main، دائما هذا خذ قاعدة، دائما كل شيء بداخل نعرفه. أول نوع راح ناخذه هو ال boolean type تمام. البوليان تايب، البوليان تايب مثل ما قلنا هو لوجيك، يعني يا اما ترو يا اما فولس. بوليان تايب مبدئيا هو اذا ما انطيت له القيمه مالته فهو اوتوماتيكيا راح يعتبره شنو، يعتبره فولس الا اذا انت قلت له ترو. يعني مثلا بوليان مثلا ستيتس ليش status يساوي true بهذه الصورة تمام. كتبت ال true غلط بهذه الصورة. فإذا أريد أطبعها قلنا شنو نستخدم، system.out.println بهذا الشكل زين. في داخلها نجي نستخدم ال status المتغير اللي احنا عرفناه. فإذا جيت هنا قلت له run، المفروض انه يشغل ليها، يعني راح يطلع لي فقط ترو بس لا اكثر لا اقل. شوف لاحظ ظهر لي هنا ترو. طيب اذا هذه بالنسبه لشنو، بالنسبه للبوليان. بوليان عنده قيمتين، يا اما ترو يا اما فولس، غيره ما عنده. حلو، فاذا هذا بالنسبه للستيتس الاول. اقدر اقول له هنا ستيتس الثاني اعمله فولس، وهنا أنا خلينا نكتب رقم 2 اللي ما يصير متغيرين نفس الاسم. شوف لاحظ ينطيك ايرور. واقدر اطبعه، نعم اقدر اطبعه، مثلا هذا الاسم الثاني اجيبه هنا أنا بدل الاول، واجي اقول له run، فمفروض انه يطبع لي شنو، يطبع لي false بهذه الصيغه false. طيب في نوع ثاني عندنا من الداتا تايب اللي احنا نقول عليه هي البايت تايب. البايت تايب، خلينا نجي نشوف البايت تايب، ننزل الأسفل نعمل كومنت. هذا البايت تايب. البايت تايب شنو هو؟ طبعا القيم مالته تكون من البايت تايب، القيم مالته حتى تبقى بالك تكون من ناقص 128 الى غايه من الى غايه 127. هذا الرينج هي للبايت تمام، هي راح تكون للبايت. فأنت مثلا إذا تريد تعرف قيمة لازم تكون من ضمن هالرينج. الديفولت القيمة الأساسية مالت شقد راح تكون صفر زين. شلون أعرف البايت؟ أذكر كلمة بايت، لاحظ بايت، وأجي هنا مثلا أقول بايت نم يساوي لي على سبيل المثال 123 فارزة منقطة. فأجي هنا مثلا أطبع النم وأقول له run بهذا الشكل، تلاحظ شلون 123 طبع لي إياها. ليش 123؟ هي من ضمن الرينج
اوكي من ضمن الرينج. المهم ما تكون اقل من 128 ناقص 128 ولا تكون اعلى من 127. يعني اذا قلنا له 128 راح يرفضها لان هذا مو بايت. خليها في بالك. نوع ثاني من البيانات عندنا، خلي هذا نعمل له كومنت وننزل للاسفل. نوع ثاني من البيانات عندنا اللي احنا نسميها بالشورت. شورت هي ايضا ارقام لكن اصغر من الانت. شورت اصغر من الانت، تتراوح الرقم مالته من ناقص 32768 الى 32767 من ناقص الى موجب. يعني من ناقص 32768 الى موجب 2 الى موجب 32767. هذا الرينج من الارقام اوتوماتيكيا راح يعرف انه انت جاي تستخدم شنو، انت جاي تستخدم الشورت. زين شلون اعرف الشورت؟ مجرد اقول له شورت، لاحظ، ونجي نقول هنا مثلا نم ويساوي ليش جيت على سبيل المثال، خلينا نقول مثلا ناقص، المره ناخذ قيمه سالبه، خلينا نقول ناقص 150، تمام، ناقص 150. هذا الرينج هو اقل من 128، تلاحظ شلون اقل. حتى مثلا اذا قلنا له رينج 200 اقل من 128 فما يعتبر بايت، شورت هذا، تمام. فمن ضمن الرينج مات الشورت. زين هذا ناقص 200 شورت نم، اذا اريد اطبعه هذا هو النم هنا، فرايت كليك رن. فبهالشكل اني اعرف شنو، اعرف الشورت نمبر، شوف ناقص 200. زين اريد اعرف على سبيل المثال نوع اخر من الداتا تايب اللي هو انت. فانت احنا اخذناها انت مثلا age يساوي 40 فارزة منقطة، فاذا هذا هو الage ناقص 40. هذا منو؟ هذا بالنسبة للانت تايب، الانتجر، الارقام. طبعا مثل الشورت هو ايضا ارقام، بس لكن الرينج مالته اكبر. الرينج مالته هي من ناقص 2 اس، طبعا هذا الثمانية اللي هو الشيفت رقم 6 يطلع لك هذا الشكل الثمانية، هذا اس، هذا 2 اس 31 ناقص 2 اس 31 لغاية من؟ لغاية 2 اس 31 ناقصا 1، تمام؟ اس 2 اس 31 ناقصا 1. هذه كلها تم حجزها المن للانتجر. طبعا الديفولت فاليو مالته ايضا راح يكون شنو؟ صفر. طبعا في الجافا من جافا 8 فما فوق، في عندنا احنا ايضا نوع اخر نسميها بالانسايند انتجر. انسايند انتجر اللي هو هالشكل نكتب انسايند انتجر اللي هو 32 بت. اوكي 32 بت انتجر، واللي كان يتراوح القيمه مالته اقل فاليو مالته كانت هي من صفر ولغايه من؟ لغايه 2 اس 32 ناقصا 1، تمام. طبعا تقدر تضغط على هاي يخفي لك اياها بس يظهر لك الكود بهذه الصوره. هذا الانسايند ممكن تستخدمه ممكن ما تستخدمه، هذا بعد تبقى على خلينا نقول المناسب لك. اوكي بس الاغلب هم نستخدمه، احنا نستخدمه هو الانتجر. فبهذا الشكل انت تعرف الانتجر سواء بالقيمه الموجبه او بالقيمه السالبه، عادي ما عندك مشكله. في عندك قيم اكبر من الانتجر، الاكبر من الانتجر اللي هو منو؟ اللونج. في عندنا نوع اخر من البيانات اللي احنا نسميها باللونج تايب. فاذا جينا هنا قلنا له لونج تايب، اللونج تايب القيم مالته اكبر تكون. يعني شلون اكبر؟ راح يكون ناقص 2 اس 63 لغايه ناقص 2 اس 63 ناقص 63 ناقصا 1 بهذه الصورة. طبعا الديفولت القيمة الأساسية مالته هي راح تكون شنو؟ راح تكون هي صفر.
فأنت ممكن يكون عندك رقم طويل جدا، أوكي؟ يعني هنا ممكن إحنا نعرف على سبيل المثال شو نعرف long. long أكتب كلمة long عادي وأقول هنا num to يساوي لي على سبيل المثال 3 2 4 4 6 6 وإصفارة مثلا 1 2 3 4 5. شوف هذا long، أوكي؟ ولا تنسى بالأخير حرف ال L capital، هذا دلالة على شنو؟ إنه هذا الرقم long. أقدر أطبعه حتى لتأكد من عنده إنه شغال، ما عندنا أي مشكلة، ونقول run، فراح يطبع لي إياها. إذن هذا الشكل هو long اللي هو راح يكون أكبر قيم، يعني هذا القصد بها أكبر إنه يحجز مساحات أكبر بداخل الرام مالتك، الميموري مالتك. نجي الآن نوع آخر من data type اللي هو يستخدم للأرقام الكسرية، طبعا تعرفنا عليهم بالدرس السابق أيضا، اللي هو الدبل. نوع البيانات اللي هو اسمه دبل، هالشكل دبل. وهنا مثلا لازم بالبداية تعرف نوع البيانات اللي هو اسمه دبل، وتجي تقول له مثلا num 3 يساوي لي على سبيل المثال 33.6. بالسالب بالموجب ما عندك مشكلة ما دام هو أنت عرفته دبل، فراح يتعرف كدبل، تمام؟ طبعا الدبل الداتا تايب مالته راح تكون شنو؟ هاي بالنسبة للداتا تايب. البريسيجن الفاصلة مالته راح تكون 64 بت بالنسبة للفلوت بوينت، فحجمه ومساحته أكبر يكون. نوع آخر أيضا يتعامل مع الأرقام الكسرية اللي هو منو؟ اللي هو الفلوت. الفلوتينج 32 بت، تمام؟ الفواصل مالته 32 بت بعد الفاصلة، فيكون أصغر الفلوت إذا تريد تتعامل مع قيم أصغر. طبعا القيم الأساسي الديفولت نمبر إذا أنت ما عرفت القيمة num 3 راح تكون 0.0، بينما القيمة الأساسية للفلوت راح تكون 0.0F. مثل ما قلنا لازم نذكر كلمة F، طبعا F capital F small ما في مشكلة، يعني هنا نكتب له float num 4 يساوي لي مثلا 22.4F فارزة منقطة. شوف لاحظ F small، أو بالدرس السابق استخدمنا F capital، أيضا ما عندك مشكلة. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفلوت. وكذلك في عدنا أيضا شنو؟ في عدنا أيضا نوع آخر من البيانات اللي هو الشار. الشار من هو؟ الشار تايب اللي هو الكاركتر، الأحرف. تريد تعرف أحرف مثلا، فخلينا نقول هنا char type، هاي ما بيها 32 بت. فالchar type تريد تعرف مثلا letter معين أو sample، فهذا بالنسبة للchar، أوكي؟ هذا letter هو يمثل شنو؟ يمثل Q، أوكي؟ يعني حاول تغيره مثلا تسوي 9، فالتسعة بالنسبة للأحرف الإنجليزية شي يمثل لك؟ هذا بالنسبة لك طلع لك يا شنو لتر 9، ما يمثل شي. بس خلينا نجرب مثلا 65، هذا مفروض أنه يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا يا أي. شوف هنا convert to string، تمام؟ بس خلينا نجي هذا كرقم 65، أوكي؟ لأن هذا ليش رفضه بالبداية؟ كنا حاطينه بسينجل كوت، سينجل كوت يقبل قيمة واحدة بس، هذا قيمتين. فخمسة وستين بالنسبة للكاركتر مفروض يطلع لنا الـ A capital، على ما تعتقد، صح؟ A capital، تمام؟ يعني الخمسة وستين هو رقم، بس أنت من تستخدم char نوع الداتا تايب راح يحول لك هذا الرقم لما يمثله المن بالأحرف. هذا احنا نسميها بالاسكي كود، تمام؟ هذا ال 65 هو الاسكي كود مات منو؟ مات ال A، اذا سامعين بيها. طيب في عندنا ايضا نوع اخر اللي هو string. هنا ايضا string
تايب. هاي تستخدم string type معروفة. type string type معروفة تستخدم لشنو؟ تستخدم للنصوص. string name يساوي، لا تنسى أقواس مزدوجة، تمام؟ أو علامات تنصيص مزدوجة، ليست فردية. الفردية فقط للأحرف، المزدوجة للنصوص، ولا ننسى الفارسة المنقطة. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنصوص. نقول run and that's it. ها طلعتك محمد عيسى حميد. فإذا احنا عندنا هذه الأنواع من الداتا تايب الممكن الاعتماد عليها بالجافا لما نجي نعرف المتغيرات. مثل ما قلنا المتغير حتى تعرفه في الجافا لازم أول شيء تعرف الداتا تايب مالته شنو هو بالأصل، هل هو string، هل هو integer، هل هو float، هل هو شنو. القطعة الثانية هي اسم المتغير، هذا النوع مال المتغير أولا، بعدين اسم المتغير، بعدين القيمة مالته. طبعا أول واحد والثاني واحد ضروريات، ثالث واحد مش شرط. يعني أنت ممكن بالبداية تعرف المتغير وتنطي نوعه، بعدين تجي تعرف القيمة مالته مثل ما أخذناها بموضوع الـ variables، تمام؟ ويبقى أنت نوع الداتا يعتمد على شنو؟ يعتمد على أنت شنو اللي تريده، تريد رقم، تريد character، تريد نص، تريد float، تريد double، يعتمد عليك أنت. المهم دائما يتكون من ثلاث أجزاء، الجزء الأول هو نوع البيانات، الجزء الثاني هو اسم هذا المتغير حتى من تنادي عليه تعرف على عن طريق يا اسم تنادي عليه، والثالث هو قيمته، تمام؟ لما تنادي على اسمه ينطيك القيمة مالته، يطبع لك القيمة مالته. نوقف هنا، نكمل وياكم درس القادم، مع السلامة.